السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسماعيل. فيديو ديال المرة هذه انا هضر على المشاكل اللي طراو بين المواطنين والسياج. عندنا فيديو دابا غادي نبارطاجي معكم ديال واحد السيدة اللي مشات لها 10 المليون في 3 المليون قالت لك في 4 المليون مشاو لها الفلوس بزاف. ما عرفناش المشكل واش من السياج واش من تطبيق السياج ولا من المواطنين. اجي نتسنطوا هذا الفيديو هذا ونرجع لكم ديك الساعة. البنكة باش نخرج فلوسي 4 مليون باش نحل بروجي، كتفاجأ انني عندي 42 درهم و4 مليون. ما نعرف لكم راسي كامل. هي بزنيبر سيزت لها 10 مليون في شهر 5 مؤخرا. هي بزنيبر سيزت لها 3 مليون مؤخرا من بنكة سياج. 4 مليون باش نحل بها بروجي، 4 مليون ضربت فيها تعمارة، 4 مليون وانا كنجمع فيها، 4 مليون مشات ليا هكاك. تيصرع عليا شوفي لمنتي كتبرسيها، لابليكاسيون ديال كتبرسيها. دابا انا في واحد الحاله في سيريا، فهمتو؟ ما حدايا حد، امي ما كايناش با ابسط مع الاسف. خويا صغير كاش لي اللي واسيك الحمد لله، بصح الحمد لله حنا كنطيحو تنوضو باذن الله. طلب البنكة كيما سمعتو السيده قالت لك مشاو ليها الفلوس من البنك ديال السياج، مشات ليها 10 مليون في 3 مليون. مي مشات عندهم قالوا ليها شوفي انت لمن كتفيرسيهم. هي كتقول ما فيرسات والو، كتقول دوز الفلوس. حنا ما عرفناش نورمال. ممكن واحد القضيه في لابليكاسيون ديال السياج، كتدخل بارامتر وكتمشي تشوف لي زاباراي اللي هما كونيكتي فيهم الكونت ديالك. الا لقيتي بان كاين الكونت ديالك بوحدو اللي كونيكتي تما مزيان، لقيتي كونت واحد اخر تيخصك تسيبريمي قبل ما تسيبريمي ديال الكابتشر ديكرون، وكتمشي ديكلاري لا بونك. زائد حاجه واحده اخرى، كيجيو الناس بزاف ديال لي ميساج بسمية ديال السياج. انا كنقول لكم حاول ما تدخلوش ليهم هذوك لي ليان، لان ما كتعرفش ان شكون اللي بغى يدي لك الكونت ديالك. انت كتدخل، وشفنا حنا بزاف وقعونا مشاكل عالجد. الناس مشاو لهم فلوسهم، الناس اللي باقي ما تعوضاش. واخا نورمال حنا عارفين كاينه لاسيرونس، اي واحد كاين عنده كونت في شي بنك والا عنده لاسيرونس خصها تعوضو البنك نورمال. هادشي خصو يشوفو قانونيه مع المحامي ومع شحال من حاجه. ما نعرفش انا نفتي فيه مزيان فاش ديال القانون بين المواطن وبين البنك وهادشي. هادشي المشاكل كنسمعو بزاف غير في لابونك ديال السياج، علاش ما كنسمعوش في لي بنك الاخرين؟ انا ما كنقولش بان البنك احسن من البنك، ولكن ان علاش ما كنسمعوش في البنك الاخرين؟ دخلت بزاف فيديوهات تفرج فيهم للناس اللي كيتشكاو، قالت لك مشى لنا فلوس، ما واحد ما جوج، بزاف الناس. فين كاين الخلل؟ فين كاين المشكل؟ بغينا اي واحد اللي طرا ليه هذا المشكل يبارطاجي معنا المعلومه ديالو ويقول لنا شنو كاين والواقع كيفاش داز، وان واش تعوض من البنك ولا ما تعوضش، وشنو الاجابات ديالهم اللي كان. والتحيه لكم.